أهلا وسهلا بكم، سلام للجميع في حلقة جديدة متجددة من ليالي رمضان. كما وعدناكم كل ليلة نطلع لكم برنامج جديد وبحلقة جديدة. اليوم حنحكي عن العادات الرمضانية للمجتمعات العربية في موطنها، حنتكلم عن الخليج العربي، العراق واليمن. تكلمنا قبل ذلك في الحلقة الأولى والثانية عن العادات في بلاد الشام، بعدين العادات في وادي النيل، العراق ومصر والسودان. وفي هذه الحلقة حنتكلم عن الخليج العربي بشكل عام، العراق واليمن. الحلقة القادمة إن شاء الله حتكون عن معنا مع أهل المغرب العربي. طبعا حلقاتنا كلها متميزة، حلقات جميلة لأنها بتعلمنا عادات الشعوب العربية بشكل عام. فإن شاء الله تستمتعوا بهذه الحلقة، وإن شاء الله تكونوا من العايدين والغانمين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم. طبعا هذه القناة وهذا التلفزيون صار هو تلفزيونكم وقناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون يعني بيتكم، ونتمنى نتمنى نتمنى أن تكون البيت العربي، تجمع كل العرب، تعرف العرب على عاداتهم، تقاليدهم، فلكلورهم، أناشيدهم، أغانيهم، حياتهم. يعني نود أن نكسر هذه الفجوة بين شعوبنا العربية جميعها، ونتمنى أن نكون على الأقل هذا المنبر الذي يجمع العرب تحت مظلته. لا تفريق ولا تمييز بين عربي وعربي، ما يميزنا هو انتماؤنا لعروبتنا وثقافتنا ولغتنا الجميلة. طبعا معنا اليوم إخوة أعزاء على قلوبنا، من السعودية، من العراق، ومن اليمن. حاولنا أن نجمع كل إخواننا في الخليج العربي، لكن إلى الآن ما زلنا نحاول أن نتوسع ونتمدد ونعرف الإخوة في كندا بنا. فيعني إذا ما استطعنا وفشلنا هذه المرة وأفقنا، إن شاء الله في المرات القادمة ننجح ونصل للجميع، وليعذرنا من لم نستطع أن نمثله، فذلك لأننا إلى الآن لم نستطع أن نصل إلى من يمثلهم. إن شاء الله نستطيع أن نصل في الأيام القادمة، ومن كان يستمع إلينا ويرانا ويشعر أنه بإمكانه أن يساهم في هذه اللقاءات ويمثل بلده، فنحن نرحب به دائما وأبدا. ونبدأ الآن دكتور جمال باستقبال ضيوفنا. نبدأ بأختنا العزيزة آيات من السعودية ومن الشرقية تحديدا. أهلا وسهلا، أهلين، أهلا بك، الله يسلمك. هلا والله. ثم أخونا عبد الحميد من السعودية ومن الغربية تحديدا. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ويليهما أخونا قيس من اليمن السعيد. يسرني لقاءكم اليوم، ورمضان أهلاً. مبارك مؤخرا. أهلا 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 حبيبنا قيس. ثم أخونا محمد عيسى من العراق الحبيب. مساكم الله بالخير، تحياتي لك وللحضور ولجميع المشاهدين. سعد مساك أخ محمد. طبعا إخواننا نحن يعني الآن تحيطنا ذكرى جميلة، هي عيد الأم بهذا التوقيت الغربي، توقيت كندا. أنا تفاجأت صراحة اليوم أنه هناك أكثر من توقيت لعيد الأم، فأحببت أن أسمعكم بعضا مما كتبت في هذا، نستهل بها نبدأ عاداتنا الرمضانية. قلت فيها: حين يلتصق الجنين في رحم أمه لا يكون الرحم مجرد وعاء ولا مصدر غذاء فقط، بل يبني معه مشاعر وأحاسيس وانتماء. يخرج إلى الحياة طفلا تعطيه الأم من نبضات قلبها حبا لا يقل ضرورة له عن الحليب الذي يرضعه. يحبو ويمشي ويلعب وهي معه في كل خطوة يخطوها، تلبسه، تطعمه، تنظفه، تزينه، وتعلمه أول أبجديات الرجولة.
تعلمه كيف تحب المرأة الرجل، كيف تنبهر المرأة بالرجل، تعلمه المعاني التي تعشقها المرأة في الرجل، تصنع رجولته وتنذر نفسها له، تملأ قلبه من دمها وتسكب في روحه من روحها. قد يصبح رجلا تهتز له الجبال ويرتعب عند قدميه عتات الرجال، إلا أنه في آخر النهار يعود ليرتمي في حضن أمه، تملس بيدها على رأسه وتغني له أغنية الطفولة، ويبث لها همه لا لتعطيه من خبرتها التجارية أو الحربية أو السياسية، بل لتعطيه الحب الخالص الذي يقويه على الاستمرار. هذا الرجل حين يكبر ويبدأ التفكير بالزواج، يبدأ البحث في وجوه الفتيات عن أمه، فلطالما رآها سيدة نساء الأرض لا شبيه لها ولا مثيل. هذا الرجل الشديد العتيد حين تفارق أمه دنياه تجده يقف أمام شاهد قبرها يبكي وينتحب، كأن زمان رجع به كيوم خرج من رحمها باكيا، لا يدري أين يأخذه القدر الجديد. وإذا ما مرت به ذكرياته لا يتمالك دمعته مهما كانت مكانة المجلس الذي يجلس فيه. ومن هنا حقيقة نقول كل عام وجميع الأمهات بخير، وما دام بيننا واحدة من هذه الأمهات آيات نقول لها منك ومن وإلى نساء الأرض جميعا كل عام وأنت وهن بخير. وأنت بألف خير وصحة والسلامة. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك، صح لسانك. كل عام وأنتم بخير. يسلموا يسلموا. طبعا اليوم موضوعنا زي مواضيع الحلقات الماضية عن عادات شهر رمضان المبارك. احنا صحيح شعب واحد ولغتنا واحدة وعاداتنا تقريبا متقاربة، لكن تبقى هناك الجغرافيا لعبت دور وعملت عادات تختلف من بلد إلى آخر، وحتى في نفس البلد سنرى اليوم بين الشرقية والغربية في السعودية في اختلافات. تتقارب العادات والتقاليد في دول الخليج العربي كاملة في شهر رمضان المبارك، سواء كانت اجتماعية أو دينية أو حتى تراثية. تستمد ذلك من هوية هذا الشعب الرائع ومن تراثه الحضاري والثقافي المتجذر في أعماق أبنائه. طبعا يجتمع كل سكان الخليج العربي على عادات الألفة والمحبة والكرم والعطاء والتزاور والعزائم ونبذ الخلافات. هذه شيء جميل في أهل الخليج هنحكي عنها، وخاصة مع بداية قدوم هذا الشهر الكريم، التقارب في الهدايا وتهيئة المنازل والدواوين لاستقبال الضيوف على موائد الإفطار ولقضاء الأمسيات الرمضانية، كلها لها رونق خاص. خلينا نبدأ في استقبال شهر رمضان. استقبال شهر رمضان نبدأ بآيات، بما أنك سيدة هنا فليديز فيرست، كيف تستقبلون شهر رمضان في المملكة العربية السعودية في الشرقية؟ بالشرقية، أهلا وسهلا. بالنسبة إلى استقبال شهر رمضان في المنطقة الشرقية، قبل شهر رمضان تبدأ تزداد العبادات، الخير يزداد كمان الخير، تزداد العبادات، التجمعات، يتهيأ الناس أنه بتزيين المنازل، بتجهيز الاستعداد في شراء حاجاتهم إلى رمضان. كمان في عندنا عادة القرقعان يسوونها في النصف من شهر شعبان، هي يلبسون اللبس الخليجي، يدورون على المنازل، في أغاني نفس الشيء يذكرونها في اليوم هذا، زي قرنقعوا قرقعوا عطونا الله يعطيكم. هذه عيد 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 قرنقعوا قرقعون عطونا الله يعطيكم بيت مكي وديكم. أيوة. في كمان أغنية ثانية، غريكشون ناصفة حلاوة، غريكشون ناصفة حلاوة. هذه الأغاني كلها تصير الأطفال يرددونها وهم يدورون على المنازل. هذه قبل نص شهر رمضان، نص شعبان. يا استعداد لشهر رمضان. أوكي. هذه بالنسبة لأهل الشرقية. عبد الحميد، عندكم هذه القرقعان؟ نحن حقيقة ما عندنا القرقعان، لكن بعد البحث اكتشفت انه زمان، يعني
فعادات أهل المدينة. كان الأولاد الصغار برضو نفس الشيء تقريبا نصف شعبان كانوا يدوروا على البيوت ويغنوا أغاني معينة ويطلبوا من الأهالي يعطوهم حلويات. وطبعا كان في يعني أنا مش حافظ الأغاني بس كان في مثلا أشياء كان هي أشياء يقولوها في حال لو أهل البيت أعطوهم الحلويات ولو ما أعطوهم حلويات كمان في أشياء يقولوها يعني زي الهالوين يعني شيء زي كده. نعم وكان يعني بيمسكوا زي الشال أو قطعة قماش يفردوها وأهل البيت يرموا الحلويات من الشباك. يعني كذا كان. عندكم شيء اسمه قرقعان؟ لا والله ما عندنا حاجة. ما في باليمن ولا بالعراق. احنا عندنا بالجنوب في جنوب العراق وبالبصرة تحديدا عندنا القرقيعان نفس الطقوس ونفس التفاصيل وايضا في منتصف شهر شعبان. ولكن عندنا شيء اخر يسووه تقريبا كل في كل العراق يسموها ماجينة يا ماجينة نفس فكرة قرقيعان ولكنها يعني الاطفال يلتمون ورا الفطور ويروحون يدقون الباب على البيوت ويغنون أغنية ما جينا يا ما جينا حل الكيس ونطينا وتنطونا لو ننطيكم وإلى آخره من الأغنية. طبعا تاريخ هذه التراث خلينا نسميه ما يعني أكو ثلاث روايات عليها. رواية تقول أنه هذه هي أصلها من أنه كان ما جينا كلمة أردية مكونة من مقطعين. الأردية هي اللغة الهندية. نعم. من مقطعين ماج وأصلها الماك وإينا حيث أن كلمة ماك تعني التصالح والغفران وإينا معناها أهل المحلة أنه يصالحون أهل المحلة كلهم بمعنى تصالح أهل الحي والمنطقة وتغافرهم وتضافرهم وشلون ذول الأطفال من يجون ينطوهم هاي الهدايا حلويات ونساتل وكذا وهاي الأمور. يعني أنا زمان كان في برنامج بيجي على التلفزيون اسمه قرقيعان مأخوذ من هذه بالضبط. أنا أول ما شفته كنت أستغرب شو معنى الكلمة هذه. بعدين لعرفنا إنه هي استقبال الشهر كانوا يستقبلوه بهذا الشكل في الخليج العربي كانوا يستقبلوا الشهر شهر رمضان بهذه الطريقة. صحيح. أنا بدي أرجع لا 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 اليمن لقيس. طيب أوكي إذا ما كان عندكم قرقيعان وما كان عندكم مجينة طب هل في شيء في اليمن لاستقبال شهر رمضان قبل دخوله؟ إحنا طبعاً تقريباً الاستعداد للرمضان يبدأ من منتصف شعبان. يعني يبدأ الأسرة تستعد للرمضان بالذات النساء يعني. تنظيف البيت إعداد البيت يعني بشكل يعني مختلف عن قبل رمضان إعداد أماكن للسهر وللسمر في رمضان. أحيانا حتى يتم تجديد البيت قبل رمضان يكون مناسبة لتجديد البيت للطلاء وتنظيف وهكذا. أحيانا أيضا ممكن إعداد جلسات جديدة أو أثاث يكون مناسبة أيضا لشراء الأثاث قبل رمضان باعتبار أنه يعني يكون الناس في رمضان وقت الراحة وعدم التسوق والكذا يعني. فالنساء تلعب دور كبير في هذا المجال يعني. ودائما يعني أتذكر والدتي الله يرحمها وهي تجهز للبيت ويعني يحس بحركة والنشاط في البيت أكثر من اللازم. طبعا استعداد في شراء احتياجات رمضان من المأكولات والمشروبات وحتى الملابس يعني أحيانا. قيس شو قصة يا نفس وما تشتهي؟ يا نفس وما تشتهي أيوة يا نفس وما تشتهي هذه مناسبة قبل يعني عادة تكون في آخر جمعة من قبل رمضان وأحيانا اليوم الذي يسبق رمضان يعني أو يومين. تجتمع الأسر وأحياناً الأصدقاء وكذا بما يسموه هنا بطلك اللي هو كل أسرة تحضر أكل معين أو مأكولات مختلفة ومتنوعة. عادة تكون سفرة يعني كبيرة وشهية يعني فكأنه استعداد لدخول رمضان آخر
آخر يعني فرصة للأكل أثناء النهار يعني. طب أنا سمعت كمان أهل اليمن الرجال يكحلون عيونهم استقبالا لرمضان، هل هذه العادة موجودة؟ شوف اليمن بلد ثري بثقافته، يعني قد تجد هذه العادة في أماكن وأماكن أخرى لا تجدها يعني. فأعتقد أنه في بعض الأماكن، طبعا إحنا نتكلم الآن على للأسف الشديد يعني، أعتقد هذا يسري على بعض على معظم الدول العربية، فقدان هذه العادات بشكل كبير للمدنية ولل يعني سنتحدث بشكل أكبر عن التلفاز وغيره يعني. لكن طبعا كان في هناك عادات كثير جدا يعني، سواء في الملبس أو في التزين أكيد موجودة يعني في أماكن مختلفة. أنا بدي أحكي في الغربية، في السعودية في الغربية طبعا استعدادا لشهر رمضان، يتفاجأ أهل الغربية أتوقع من قبل رمضان بأسبوع بغزو، غزو من كافة مناطق المملكة العربية السعودية، لأنه الجميع بيكون رايح بده يكون له شرف الوجود في أول ليلة في رمضان في الحرم، صح عبد الحميد؟ والله يا أستاذ محمد هذا الغزو يبدأ حتى من قبل أسبوع يعني، سبحان الله تقريبا بعدين عم الشرط داخليا كمان عالميا بيجي. نعم يعني فعلا يعني سبحان الله، عندك خلينا نرجع شوية لورا وقت بعد خلاص ما بيخلص الحج، عندك تقريبا محرم صفر ربيع الأول، هذه المدينة تحس يعني حتى الحرم فاضي ما في معتمرين كثير موجودين، لكن على طول تقريبا ربيع الثاني وما بعد تبدأ ما شاء الله أفواج المعتمرين توصل سواء من داخل المملكة أو من الخارج. وطبعا كل ما قربنا من شهر رمضان طبعا الأعداد تتزايد، فهذا شيء تتميز فيه عموما مكة والمدينة، بحيث أنه في لها مكانة روحانية وفي أجواء خاصة. عبد الحميد أنت من المدينة المنورة صح؟ مدينة نعم أنا من المدينة المنورة. إيش التحضيرات في الحرم بتصير لرمضان؟ في تحضيرات خاصة ولا عادية؟ طبعا يعني إذا بنتكلم ما بين قديما وحديثا في كثير أشياء تغيرت، لكن على إذا نتكلم على هذه الأيام فالحرم تعرف بما أنه صار الآن كمان مفتوح 24 ساعة يعني لازم على مدار الساعة بيكون جاهز، لكن الشيء اللي بيعمل فرق كبير في رمضان هو السفرة الرمضانية، ممكن هنتكلم عنها أكثر. يعني السفرة هذه موجودة من سنين قديمة وطويلة جدا، يعني في سفرة مثلا موجودة في الحرم متوارثة أبا عن جد من مئات السنين، ونوع الطعام مثلا والأكل اللي موجود داخل الحرم مختلف عن الأكل اللي موجود في الساحات وحول الحرم، فكل هذه الأمور تحتاج تنظيم. فزمان مثلا لما كانت المدينة صغيرة وقبل تتوسع بالشكل اللي هي الآن، كان خلاص مثلا كل عائلة معينة بمسكين منطقة معينة في الحرم وهذه مسؤولين عنها، لا زال هذا الشيء موجود لكن لازم تنسق الآن مع إدارة الحرم، ولأنه عندك أفواج وأعداد كبيرة بتجي عندها فلازم تعمل تنظيم لهذه العملية. فأعتقد أنه في رمضان مع موضوع التراويح والتهجد والإفطار وتنظيم هذه الأمور والزوار اللي في الفنادق حول الحرم هذه كلها تلعب. نعم يعني هذه من الميزات موضوع السفر الرمضانية حقيقة، يعني نفس البشرية نفس الصائم نفس المؤمن لما تشوف كيف معطاء في رمضان، وفي طبعا هو في غير رمضان كمان لكن في رمضان تحديدا علشان بكون الناس صايمين، والسفر كيف الناس تتنافس يعني تتنافس لإكرام الصائم وإفطار الصائم بشكل فظيع. طبعا هذا لا يتوقف على داخل الحرم يعني، أيضا في الطرقات وفي الشوارع يعني مش بس كمان أهل المدينة والغربية دكتور جمال، يعني حتى في الرياض لما كنا في الرياض كان هذا الكلام موجود يعني، وكمان في الشرقية موجود.
فيعني بتحس البلد كلها تتحول الى افطار صائم. فعلا صحيح. اعتقد هاي عاده عند كل العرب والمسلمين لانه بتبقوا فيها خير وبركة. يعني احنا حكت لنا امال في الحلقه الماضيه في السودان يجرون الناس من الهاي واي عشان يفطروهم عندهم، وبرضه في مصر نزلوا قطار كامل قالوا لهم تنزلوا تفطروا عندنا في القريه. فيعني عادات اعتقد انها السفر الرمضان. طب نحكي عن الاكل الان. الاكل، مين بده يحكي لنا عن اهم الاكلات اللي موجوده في الشرقيه في الغربيه في اليمن؟ في طبعا الشرقيه انا اتوقع مين بده يحكي؟ يلا ما بعرف ايات بدي تحكي. يا اوكي تمام. بالنسبه الى اكلات رمضان المعروفه عندنا الهريس، اتوقع في السعوديه كلها معروف في الهريس، مش بس بالسعوديه بالخليج، الهريس، القيمات، الجريش، الثريد، المرقوق، هذه الاكلات كلها، الشوربه كمان، السمبوسه. أب أب ايات واحده واحده علينا. واحده واحده يا علاء. اوكي بدك الان في معنى ناس بتحضر ما فهمت كل اللي حكيتيهم. اوكي لا لا ما تعرف شنو الثريد. الثريد لا انا اعرف بس الناس ما تعرف يجوز. ايه الثريد ايش هو؟ الثريد هو خبز مع الصالونة هو المرقوق، يعني بعضهم أوكي. بالسعودية يسمونه الصالونة وبعضهم يسمونه المرقوق. هو زي شوربة فيها خضار، لونها فيها صلصل، هي أوكي. تنحط مع الثريد، هذا هو الثريد، يعني الخبز أوكي. مع الثريد، مع الخبز مع الصالونة أو الشوربة يتكون من ثريد، يعني خلاص يصير ثريد. عبد الحميد فاهم؟ أنا عارف هذه الأكلات، لكن أنا يعني نقطة كمان بذكرها، إن زي ما ذكرت في البداية إنه السعودية بلد كبير، يعني فعلا المنطقة الشرقية عندهم عادات أشياء ما هي موجودة عندنا، ما هي موجودة عند أهل الشمال، ما عند أهل الجنوب. فهالأكلات مثلا ذكرتها الأخت آيات نعرفها، لكن مثلا ما هي موجودة على السفرة الرمضانية عندنا نحن أكلات أخرى يمكن هي ما تكون عندهم على السفرة. فأنا زيكم الآن في أشياء جديدة قاعد أتعلم. الجيمات أتوقع كل اللي هي زي العوامة عندنا نسميها العوامة. هي الجيمات العوامة. أيوة. كمان في شغلات كانت نفرق... المرقوق اللي يفرق الجيمات يفرق عندنا بالشرقية أنه يكون في دبس التمر. أوه أوكي نعم. يعني ما يكون في أنتوا إيش تحطون؟ قطر. شيرة قطر. القطر يعني بالعراق. يا احنا بالشرقيه لا يكون في دبس التمر. وبعض الاماكن يعني المحلات الان صارت تحط معها انواع مختلفه زي النوتيلا زي كله توسع الان مع التطور. هذا الحداثه. يا محمد في العراق ايش الجيمات سووها بايش؟ واحنا الجيمات عندنا نسميها زنود الست، يعني مو شيء مختلف شويه. أوكي. عندنا في شيء اسمه زنود الست، هذا دائما ينباع في رمضان بكثره، هو موجود دائما بس في ايام رمضان ينباع باكثر. عندنا شيء اسمه اعتقد موجود ايضا بالبلدان العربيه زلابية. زلابية خبز مع ال لا مو خبز، هي فد زي الحلا. زي الحلا اي تكون حلزونيه هيك اي صحيح. وهذه الحلويات. أما الأكل أيضا مختلف من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. أغلب المناطق الجنوبية الأكل المشهور عندهم هو السمك، يعني مثل بلدات البصرة عندهم المصموطة وهامور وغير شغلات. بس بشكل عام السيجنتشر مع رمضان هو الدولمة والبرياني والكباب. الموصل مشتهرة عندهم يسوون كبة، لكن الكبة عندهم مو صغيرة، مو قطع صغار، تكون قطعة كبيرة فقط عندهم يسوون هاي هذا النوع من وين هاي وين؟ في الشمال؟ بالموصل. بالموصل. مناطق كردستان عندهم ولع بالبرغل وهاي الأمور، أيضا يسوون دولمة هم هواية، بس دولمتهم طريقة الدولمة عندهم مختلفة عن طريقة الدولمة اللي هي ببغداد وغير مناطق أخرى. يعني طبعا اليمن حسب ما بعرف انه اليمن هي اصل
كثير من الأكلات الخليجية بالذات ما يتعلق في الرز، بالذات الأشياء اللي تتعلق في الرز، صحيح قيس؟ أنا لي وجهة نظر مختلفة. أها. من الصعب أنه تقول الأكلة هذه أصلها هنا أو هنا، يعني اليمن تاريخيا يعني نسميها بلد هجرة، اليمنيون يهاجروا إلى دول العالم، فالمطبخ اليمني تأثر بشكل كبير بالهجرات هذه، يعني تلاقي في اليمن مأكولات شرقية يعني أندونيسية، وتلاقي مأكولات أفريقية، وتلاقي أو أصلها أفريقي، مأكولات يعني عربية ممكن نسميها، مأكولات هندية، مأكولات يعني هناك أكثر من أثر على المطبخ اليمني. أنا المأكولات التي ذكرتموها لا أعرفها أبدا يعني. طب إيش بتأكلوا أنتوا في أول يوم رمضان؟ إحنا عادة ممكن أقول لك إحنا عندنا يعني عادة عندنا الإفطار اللي هو فترة أثناء الأذان أو مجرد ما يطلق الأذان يحصل الإفطار. هناك مجموعة من المأكولات يعني نأكلها، طبعا التمر أول شيء، اللبن، في أكلة مشهورة اسمها الشفوت. الشفوت هذه عبارة عن نوع معين من الخبز بالإضافة إلى الزبادي وبعض البهار والخضروات مع السلطة. وفي أيضا المقليات اللي هي يعني معروفة من السمبوسة إلى يعني الفلافل أو الباجية نسميها. هذه أكثر ما يؤخذ في فترة الإفطار، ثم يذهب الناس إلى الصلاة ويعودوا للعشاء ممكن نسميه. أنا على فكرة هذا الطقس في رمضان في أول يوم إلي في السعودية، طبعاً أنا كنت في الشرقية في أول يوم، وكان رمضان، فرحت صليت المغرب في المسجد. يعني معتادين إحنا كنا نصلي المغرب في الأردن، نصلي المغرب عادي في المسجد ونروح نفطر، فتفاجأت إنه الناس بتطول لحد ما تيجي، ويعني بيصلوا المغرب وبعدين بيطلعوا بياكلوا شيء بسيط، شوربات وشيء بهذا القبيل، ويعني هذا عند الفطور، بيرجعوا بيصلوا بالصلاة، وبعدين بيتأخر صلاة العشاء، بتتأخر ساعة عن وقتها المعتاد قبل رمضان. فأنا أول مرة بشوف هذا الكلام، صرت مش عارف كيف بدي أتصرف، حتى إجا بيحكي لي الإمام، بيحكي لي أنت ما عندك بيت، بدك تضلك موجود في المسجد، أنت ما عندك بيت. حكيت له الصلاة إمتى؟ قال لي أنت ما في عندك بيت، أنت هنا صلاة المغرب. طلع لا، أذان المغرب الناس بتكون موجود في بيوتها، بتشرب شوربات، بعدين بيجوا على المسجد بعد تقريباً ربع ساعة تقريبا أتوقع، بيصلوا بعدين بيجلسوا وبيأخروا اللي هو سماه قيس العشاء، يعتبر الفطور اللي احنا بنفطره يعتبر بالنسبة لهم عشاء بعد الصلاة. بعد الصلاة صح آيات مظبوط، ولا أنا أخطأت في بعض الترتيبات؟ يا في بعض المناطق زي كذا، بعضها لا. يا صحيح طبعا قصة. تفضل قيس. انا اقول في اليمن في نوعين من الـ يعني الريتشوالز اللي يعني العادات، في ناس يعني يفطروا في البيت ثم يذهبوا الى الصلاة، وهذه قليلة يعني، والذي يحب ان يصلي عادة يفطر في المسجد، يعني يكون في افطار في المسجد لمدة تقريبا يعني 10 دقائق، ثم يقوم الناس الى الصلاة. وغالباً الناس الميسورين يأخذوا يعني المواعيد الرمضانية ليست كثيرة في اليمن، ولكن عندما تذهب إلى المسجد ربما يكون تخطط أن تأخذ مجموعة من الناس اللي تعرف أنهم بحاجة أو كذا، تصطحبهم معك إلى البيت يعني، وتفطرهم معك في البيت يعني من أكلك، يعني ليس أكل خاص يعني. نعم
طبعا انا بدي احكي قصه صارت معي عن اهل اليمن. اهل اليمن معروفين بكرمهم، لكن انا لم اتوقع. انا رحت على مدغشقر، انتقلنا من العاصمه انتانانريفو لمدينه اسمها اتلونتو في وسط غابات، يعني 24 ساعه بالسياره لما وصلناها. فلما وصلنا كنا تعبانين، فبقول لي الجايد في واحد هنا مسلم بيعمل أكل حلال، فراخدك عنده. رحت عليه، اللي هو يمني لابس اللبس اليمني والشبرية وهذا، هو صاحب المطعم، مطعم صغير بسيط. فدخلت عليه أقول له أنت بتحكي عربي؟ بيقول لي أنا يمني. قلت له أهلا وسهلا فيك، جبنا أكل، جاب شغلات كده زاكي لذيذة. المهم بعد ما خلصنا قال لي أنت من وين؟ قلت له أنا فلسطيني جاي بس من سكان كندا. وقلت له اعطينا الحساب. قال لي حساب ايش؟ انا اطلع الشبريه دحين. قال لي ما في حساب، روح. فسبحان الله، يعني اهل اليمن معروفين بكرامهم وعطائهم. في سامر بيحكي ما اجملها من جلسه تجمع بين الفلسطيني والاردني والعراقي والسعودي واليمني، فيا رب رمضان القادم توحد شعوبنا العربيه، وارى الابتسامه والاخوه تجمعنا. كل الاحترام لكم، شكرا لك، فعلا جلسه رائعه. يعني نشعر فيها طيب نحكي عن الآن شوية عن المشروبات، الشغلات اللي نشربها في رمضان. يعني أهل مثلا لبنان عندهم الجلاب، أهل سوريا مثلا عرق السوس، شرقية شو في عندهم في السعودية؟ احنا في عند من فهمت انا من جيت على هالدنيا هذه عندنا التنق والبيبتو، ما في عندنا غيره برمضان. هذا لا هذا دخيل ما في عندنا غيره التنق والبيبتو بس. والبيبتو من السعوديه انتشر في كل انحاء العالم العربي. بالفعل ما عندنا غيرهم برمضان اصلا، وما نشربهم الا برمضان. صحيح كمان، يعني صاروا عاده من رمضان. بالفعل يعني مستحيل الفمت نشوفه بشهر غير شهر رمضان، استحاله مستحيل. عبد الحميد والله نحن عندنا مشروبات كمان اضافه للفيمتو، وانا اذكر حتى لما كنت صغير يعني قبل الفيمتو لو كان يكون مشهور، كانت في شركه كان اعتقد اسمها تونو تعمل عصير توت، هذا اللي كانت يعني امي عودتنا عليه، لكن ما أخذ حقه من الشهرة يعني زي فيمتو. فيمتو جاء واكتسح الساحة، وأنا من الناس القليلة اللي يعني ما أحب الفيمتو على قد التونو، يمكن لأني كبرت عودت عليه. بس غيره كمان عندك عصير قمر الدين، وهذا اللي هو بيجيك أعتقد الخوخ أو الشمام الناشف، مش الناشف. وعندنا نحن في المدينة حاجة بنتميز فيها اسمها السوبيا، ما بعرف إذا سامعين عنها قبل. أوكي. وهو عبارة عن شراب شعير مخلوط مثلاً مع زبيب، ويضاف عليه سكر أو قرفة، وطبعاً بيجي ألوان، فمثلاً ممكن تلقى لون أحمر هذا منكه بنكهة الفراولة، يكون لون بني هذا بنكهة التمر الهندي. وفي عوائل يعني بتتميز في هذا الشيء، مثلاً في عائلة عندنا اسمها لقبها الخشة، فمثلاً سوبيا الخشة، هذه يعني الناس تتضارب عليها في رمضان. تلقى هذا تيم هورتون يعني عندكم. يعني في ناس بتشربها طول السنة، لكن في رمضان سبحان الله تتميز. عندنا كمان زمان تعرف أهل أول كانوا يشربوا بالكاسات المعدن أو الحديد الألومنيوم، فكانت مثلاً عندهم عادة يبخروا الكاسات. أوكي. نفس الكاسات تتبخر، فمثلا ما تيجي تشرب المويه او العصير البخور بيعطي نكهه مميزه. هذه كمان حاجه ما تصير الا في رمضان. حنحكي عن البخور مع ايات، لانه لها قصه مع البخور. طب ما ادري امال بتحكي عن شيء اسمه راوخ هذا عصير. راوخ هذا عصير نمساوي اعتقد، شركة نمساوية. أوكي. أوكي. قيس، إيش المشروبات في اليمن؟ في تشابه طبعاً مع ما ذكره الأخ عبد الحميد. في عندنا ما يسمى بالقديد، وهو عبارة عن المشمش، يعني المجفف، يعني يبلف بالماء ويضاف له أحياناً السكر ويشرب يعني.
هذا القديد. في النقيعة تشبه عندكم يعني هي شراب شعير ويضاف له الزبيب. أوكي. أي هذا يعني أيضا في الكركدي طبعا، الكركدي يزرع في اليمن ويعني نشربه دائما، وعصير الليمون أيضا، عصير الليمون يعني الليمون اليمني خاصة الحضرمي له يعني نكهة مميزة يعني دائما يتناول بكثرة. العراق شربة زبيب أهم شيء هذا، وطبعا ال يعني سفرة الإفطار لا تخلو من اللبن الشنينة. مو اللبن العادي الروبا اللي الشنينة العيران العيران يعني. نعم. لازم هذه موجودة. وطبعا شربة الزبيب العالم توقف سرة في محل جدا مشهور في بغداد اسمه غريب، ولكن هو محل تأسس سنة 1900 ولحد الآن محل generation to generation يعني جيل الجيل جيل الجيل، وهسه موجود بعده ببغداد بشارع رشيد اسمه مرطبات الحاج زبالة. أوف الحاج زبالة؟ الحاج زبالة أيوة. ولكن أنت ما تشرب شربة زبيب بالعالم كله مثل طعم ذاك الشربة اللي تشربه هناك. مستحيل جدا، مستحيل يعني. لحد الآن موجود هذا المحل. لحد الآن موجود يعني يديره أحفاد الشيخ زبالة، الحاج زبالة. هو العيلة هيك الاسم هيك يعني. إيه هو الشخص اسمه زبالة يعني. اسمه؟ اسم الشخص اللي أوجد المحل اللي هو وجده. في عندنا أيضا استدراك لليمن، إحنا تكلمنا عن المشروبات الباردة اللي هي عادة في مشروبات ساخنة. طبعا البن اليمني هذا ضروري عند الإفطار مع التمر. وفي القشر يمكن هذه مش معروفة كثير. قشر البن. قشر البن. قشر البن. قشر البن عندنا في اليمن أحيانا أثمن من البن. يستخدم كمشروب. يعني يتم يعني وهو ني أو محمص يعني على جانبين، أحيانًا يضاف له الزنجبيل وأحيانًا بدون زنجبيل يعني بحسب الرغبة يعني. فمشروبات مختلفة يعني القشر هذا يعني من المشروبات المشهورة جدًا خاصة في رمضان وفي طول السنة. طيب في رمضان بشكل خاص. طيب أنا بدي أنتقل شوي صلاة العشاء والتراويح. احنا تحدثنا عن صلاة المغرب مثلا في السعودية، يعني الأذان يؤذن يتأخر شوي صلاة المغرب حتى الناس تشرب شيء من الماء والشوربة والسمبوسة، وبعدين بتروح بتصلي المغرب في المسجد، وبعدين بترجع بتتعشى اللي هو الإفطار عندنا يعتبر عشاء عندهم. ويتأخر صلاة العشاء والتراويح مدة ساعة تقريبا عن وقتها، وبعدها بساعة يؤذن للعشاء ويبدأ صلاة التراويح. وبدي أسمع من آيات الترتيبات من وقت المغرب لحتى السحور، من وقت المغرب حتى السحور إيش الأنشطة الأكتيفيتيز اللي بيعملوها من المغرب للسحور. من المغرب للسحور. من المغرب للسحور طبعا لما وطشتات تكون... الناس وطلعات الناس وسهرات الناس والاسواق ايوه بالضبط. من المغرب حتى السحور كيف بيصير من المغرب الحياه كيف بتكون الحياه. احنا تكلمنا طبعا على الاكلات تمام. نعم. اللي تكون اساسا على سفره الافطار تمام. بعد الفطور عاده تبدا في تجمع عائلي، يعني مثلا يتجمعون، مثلا حتكلم عن اهلي انا يعني. نعم. يجمعون خواتي، وطبعا هذه العادة موجودة في كل بيت سعودي، يجمعون مثلا أهلي خواتي يجمعون، ويصير في عندنا المأكولات الحلا ما نحطها بالسفرة، نحطها بعد الفطور تمام. وبعد الفطور تبدأ الأسواق، يعني لو مثلا بنروح السوق يعني بعد الحلا، لو بنروح الأسواق السهرات، بعدين يجي السحور. احنا عادة أهل الشرقية نحب السمك ويكثر كمان السحور. عندنا يا على السحور، وكمان يكثر في رمضان، يعني السحور اكثر اهالي الشرقيه تلاقيهم ياكلون أوف. سمك ما ادري يا ما بيعطشكم يا احنا عاده يا يكثر السمك عندنا في رمضان. بعد السحور في عندنا بعد صلاه الفجر تمام، وبعد السحور في عندنا التجمع خارج المنزل بالكورنيش.
يعني هي الغبقة؟ لا 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 لا، هذه تلاقيها من من أول يوم رمضان إلى ليلة العيد، التجمع بالشوارع يعني تشوفهم بالكورنيش، تشوف الكورنيش عامر، الشوارع كلها عامرة، تشوف بعد الفجر مثلاً. بعد الفجر، بعد صلاة الفجر تماما تشوف الكورنيش عامر تمام، كورنيش الدمام، كورنيش الخبر، كورنيش القطيف، كورنيش سيهات، كلهم الكورنيش عامر. أهل الشرقية كلهم موجودين بعد صلاة الفجر خارج المنزل، موجودين بالكورنيش. يعني في شغلة أنا لاحظتها عند في الرياض، لما كنت في الرياض أغلب وقتي يعني لاحظتها إنه الفطور لازم يكون فيه رز، السحور لازم يكون فيه رز، حتى لو حبينا نأكل في الليل يخطر على بالنا إن نطلع نأكل في الليل، إحنا أكل كمان لازم يكون فيه رز. فعلا صحيح، الرز عندنا حاجة أساسية رسمية، يعني حتى في كندا، حتى في كندا يعني حتى لو ما أكلت رز أنا أبقى طول اليوم جوعانة، لازم رز. الرز عندنا حاجة رسمية يعني، سبحان الله متعودين عليها. عبد الحميد، نفس الرز ونفس التقاليد من بعد المغرب إلى السحور؟ والله الرز هذا لا خلاف عليه يعني. جماعة في السعودية كلها إنهم يعني يعشق الرز، أنواع مختلفة يعني. أنواع مختلفة صحيح. بس عبد الحميد البيك غير النظرة شوية، البيك. حنجيله. لأنه هذا صار براند نيم البيك. أيوة طبعا. البيك هذا يعني بس قصة على السريع كده، أحيانا بكون ماشي في الشارع يعني في المدينة وزوار ومعتمرين يعني من كل الدول تخيلها في العالم، حتى ممكن بعضهم ما بيعرف عربي يعني بيكلمك بلغة الأم، أردو، صيني، أي لغة تتوقع في العالم يتكلم معك بلغة، طبعا ما تفهم شيء بس في الجملة بيقول لك البيك. هذا السر، هذا بالقاموس السعودي صارت. انا ما اكلت البيك للان، شوفوه على سمعه انا للان ما اكلتها. لا 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 لا، هذا اصلا جزء من تحليل، هذا جزء من تحليل الجنسية في السعودية. بالفعل. عن البيك أصلا. يا بالفعل يعني حتى اللي بيروح المدينة أنا الوحيدة من أهلي اللي للآن ما جربت البيك. سبحان الله. هو شوف الناس في على الغربية بيروحوا لحاجتين للغربية، يا إما عشان يعملوا عمرة أو حج أو يأكلوا من البيك. بالفعل. اللي ما يعرف البيك يعني البيك بيعمل دجاج مقلي يعني، لا حد يقول لي سي ولا بوبايز ولا غيره، ام سوري يعني البيك. صحيح. بس يعني زي ما قلت استاذ محمد انه فعلا كان البيك كذا فتره طويله موجود في الغربيه، يمكن ما 5 سنين 4 سنين مضت، راح للقصيم، راح للرياض، والآن وصل للشرقية. في فرع في الشرقية راح يفتح، ما أعرف فتح ولا لسه ما فتح، لكن شفت إعلان إنهم حيفتحوا. الشرقية يجينا توصيل طلبات يعني اللي أيوة بالضبط. حتى في الرياض عبد الحميد، واحد سعودي كان جاي إجازة على راجع من الإجازة من السعودية جاب البيك في شنطة السفر إلى كندا. إلى كندا. سهلين. كمالك ولا شيء ولا شنطة. طيب من عبد الحميد، من بعد المغرب حتى السحور والفجر إيش الأنشطة في الغربية؟ طيب طبعاً زي ما ذكرت أنت أستاذ محمد، هذه فكرة إنه الفطور بيكون سريع خصوصاً للناس اللي يعني نركز على الحرم تحديداً، الحرم داخل الحرم الأكل بيكون خفيف يعني تمر، موية، لبن، زبادي، والصفرة بتتلم تقريباً في 15 دقائق بالكثير يعني عشان تقام صلاة المغرب. فاللي بيجلس في الحرم وما بيطلع بيستنى العشاء والتراويح خلاص بيجلس وبيستنى وبيصلي، وتعرف إحنا عندنا التراويح 20 ركعة مع الوتر كمان توصل 23 ركعة، يعني تقريبا ممكن إلى الساعة 11 ونص في الليل حتى أنت تخلص. لكن مثلا اللي خلاص طلع بعد الصلاة ورجع، فالناس يأخذوا راحتهم الآن في الأكل،
شربة الحب، الفول هذا سيد الصفرة لازم يكون موجود، السمبوسك، يعني هذه كلها طقوس أساسية في الصفرة عندنا في المدينة. من الأشياء اللي تتميز كمان فيها يعني تتكلم عن ناحية أجواء الحارات، طبعاً تبدأ تصير في خيم رمضانية، تبدأ مثلاً في أكلات شعبية بتنباع، يعني مثلاً عندك أكل البليلة، البليلة أعتقد حتى مشهورة عندكم في بلاد الشام يعني. صح. العربيات تلقى عربيات البليلة موجودة، الفورفير أو الفوز بول بالإنجليزي اللعبة، عرفتوها اللي بتلعب بالعصي كمان، هذه في الشارع بتلقى أولاد الحارة مجتمعين وقاعدين بيلعبوا سوا. الزينة، الزينة موجودة والأنوار موجودة في كل الأحياء. زي ما ذكرت كمان الأختيات، الشوبينج بيفضل والتسوق، لأنه كمان تعرف الجو حار في السعودية، فعادة في النهار الناس ما بتطلع إلا قريب وقت الفطور يعني يشتروا حاجات الفطور الأساسية وخلاص، باقي الشوبينج بيكون بعد المغرب. السحور أعتقد هذا يعني بيتنوع، يعني إحنا مثلا ما عندنا زي الشرقية موضوع السمك، وبيختلف من عائلة لعائلة. إحنا مثلا كنا إما يكون مثلا لو حنصلي في البيت خلاص بتكون الفطور هي الوجبة الأساسية، وفي السحور بنتسحر حاجة خفيفة، ممكن نرجع نسخن بعض الحاجات البسيطة من الفطور، أو حتى ممكن يكون يعني صفرة جدا بسيطة، لبن، تمر، موية، أشياء يعني بتحاول إن ما تعطشك في النهار. فهذه كمان بترجع لكل عائلة وعاداتها وتقاليدها. مع إنه السمك، السمك الجداوي زي الناجل هذا مشهور، يعني مشهور على مستوى السعودية. أكيد. هي مناطق البحر تلاقيهم يسحرون سمك. إيه صحيح. يا فعلاً. قيس. أي مرحبا. طيب في عندي أنا مجموعات من الناس، يعني أنا بحكي على تجربتي على اللي لاحظتها يعني بالنسبة لليمن. بعد العشاء اللي هو يعني فطور صلاة المغرب ثم العشاء، بعد العشاء الناس الرجال بيطلعوا، منهم من يروح يصلي صلاة العشاء وثم يذهب للسمر يعني مباشرة، ومنهم من يستمر إلى لصلاة التراويح بعد العشاء. العشاء طبعا بيكون متأخر عن الأيام العادية قليلا، يعني يمكن نص ساعة أو شيء من هذا القبيل. صلاة التراويح بتختلف من جامع إلى آخر، فاللي يحب يطول بيروح جامع اللي يطولوا فيه وبيقضي وقت أكثر، والناس يكون في عندها عمل أو عندها ارتباطات بيروحوا جامع في صلاة التراويح مختصرة ثم يذهب إلى السمر عادة. أنا لاحظت في السنوات الأخيرة يعني تغير الشكل العام للحياة في اليمن في رمضان، صار الليل نهار والنهار ليل، من تقريبا أول يوم بالإعلان عن رمضان يعني بيستمر الناس في الحياة إلى الفجر، قبل بداية رمضان يعني إلى الفجر، وهكذا خلال شهر رمضان بشكل كامل إلى الفجر يستمر الحياة، ثم يكفر الناس ويذهبوا إلى السحور والصلاة. فهذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء طبعا يعني فيها سمر، يعني حريل تلتقي النساء مع بعضهن، ولكن في الفترة الأخيرة أكثر التلفاز يعني صار هو الغالب، يعني يأخذ معظم وقت الناس. بالنسبة للأولاد أو الأطفال، أنا أتذكر وأنا صغير يعني لما كنا نطلع بعد العشاء نروح نصلي وبعدين نطلع من الجامع، في حاجة شبيهة بالقرقيعان أنتوا سميتوها، يعني إحنا بنروح نلف على في الحارات أو في القرى، يعني أحياناً في القرى الأطفال يمروا على البيوت وينشدوا يعني أناشيد ويطلبوا شيء، يعني يطلبوا يعني حلويات أو ينتظروا شيء من العطاء من أهل. أتذكر إنه كان بعض يعني
يعني يشبه الهالوين هنا في كندا. ايوه نعم. ف لكن طبعا احنا كنا اشقياء يعني، اذا بيت لم يردوا علينا ناخذ الحصى ونرمي عليهم. ذكرت العادة الموجودة يعني. طبعا وين الشاي العدني يا قيس؟ أي الشاي العدني، أنا أتكلم الآن من واقع تجربتي اللي هي أكثر في صنعاء. طبعا أنا أعرف الشاي العدني، الشاي العدني يعني مشهور جدا ويتعاطى الناس في كل وقت يعني، سواء في رمضان أو غير رمضان يعني. والشاي بالحليب مع بعض البهارات يعني. هل بيختلف الشاي العدني عن الكرك؟ يعني أنا أعتقد أنه شبيه، دائما تلاقي يعني بعض طريقة التحضير أو يمكن ربما البهارات تختلف قليلا يعني. تضع على الشاي. أنا من عشاق الكرك يعني، أنا في عندنا مطعم مشهور بالكرك في الشرقية يبعد عني ساعة المشوار، فأتعنى أطلع ساعة عشان أشتري الكرك. واو محمد عيسى. والله احنا عندنا شيء مميز قبل الفطور، وهذا ما اعرف اذا انتم عندكم في بقيه البلدان العربيه موجود. عندنا في شيء اسمه مدفع الافطار. نعم طبعا، هذا احنا عندنا بقناه كنار عندنا مدفع الافطار. هذا مدفع الافطار صار سيجنتشر للعائله العراقيه، واعتقد لو اخت امل سالت سؤال انه شو هي الاناشيد المشهوره في رمضان، في انشوده اسمها انشدتها فرقه الانشاد العراقي اسمها يا اله الكون، هذه دائما يعني كانت يغنوها بالمجالس الرمضانيه وكذا، وتعرض بالتلفزيون بعد الـ بعد الـ بعد الاذان بعد مدفع الافطار والاذان يخلون هذه الانشوده بعد الافطار وصلاه التراويح. في عندنا شيء طقس رمضاني بحت، هي لعبة المحابس، تصير بها مسابقة لعبة المحابس. محبس بالعراق احنا يعني اكو في دائما عندنا تصغير للشيء يعني. أيوة. محبس يصير محابس، مثلا محمد يسموه حميد. ايوه يعني هذا الصغير للتصغير للاشياء. نعم اي، فالمحابس هو المحبس، يلعبون يشكلون فريقين، وهذا المحبس في قائد لكل فريق، وتصير دورة بالمناطق بغداد طبعا، وأشهر فريق عندنا في العراق كله على مدى 25 سنة هو فريق المدينة الكاظمية، عندهم لاعب اسمه جاسم الأسود فظيع. أي فظيع. هذه تصير يعني بطولات قوية، والجائزة تكون صينيات من البقلاوة والزلابية والكذا توزع على الفريق الفائز، والفريق الخسران يدفع أجورها، وأثناء الفوز مثلا من يأخذون البحبس من الفريق الخصم تصير في فقرة للمربعات بغدادية. زين مثلا واحدة من الأغنيات يغنوها ضاع المحبس ما ظن بعد تأخذ تلقونه، ومن هاي الأمور وتصير بها ردة وكذا وأزياء بغدادية يلبسون وهاي الأمور كلها. فالمحابس شيء يعني رمضاني من يعني ينطي فد روحية ونكهة لبغداد بشكل خاص، وطبعا منطقتين متميزة في بغداد بالروحية الرمضانية خلينا نسميها والأجواء الرمضانية، هي منطقة العظمية ومنطقة الكاظمية، لأنه بها موجود مرقدين لإمام أبي حنيفة النعمان الإمام الكاظم، ففي أجواء روحانية كبيرة جدا في هذه المناطق. من تدخل هيك تحس براحة، الضوايات والنشرات والأشياء والناس والعربانات اللي برا يبيعون مثلا أكل دهينة وهذه الحلويات وهذه الأمور قبل الإفطار. وعدنا شنو بعد غير المحابس؟ والله ما أعتقد أكو شيء. في قريت فد شيء بمدينة الحلة، عندهم مدينة عندنا في العراق اسمها الحلة، عندهم هواية طيرون طيارات ورقية بعد الفطور. أوكي. أو قبل الفطور أو بعد الفطور، ليش ما أعرف. هذه موجودة عندنا في الفجر بالشرقية.
لما يجلسون بالكرنيش يطيرون الطيارات بالفعل. يطيرون طيارات هذه ما أعرف شنو سببها يعني، وحاولت قرأت وبحثت شقد على هذا الموضوع مالي و يعني pretty much that's it. أما السحور يعني أغلب الأحيان يعني يأكلون كباب، ومثل ما تفضل أخونا عبد الحميد أنه شنو اللي باقي من الفطور يحموا ويأكلوه، لبن وتمن يأكلونه هواية، بس ما في باتشا. لا باتشا هاي ريوق الباتشا ريوق هذه ريوق. أي طبعا أنا من الشغلات اللي كنت أحضر للحلقة وأقرأ عنها وقرأت شيء جميل جدا موجود عند أهل اليمن، ما أدري إذا موجود عند باقي الدول، لكن عند أهل اليمن بقول لك من كثر التسامح قبل رمضان، قبل دخول رمضان الخصوم تتسامح كثيرا، إلى أنه المحاكم تغلق أبوابها في شهر رمضان لأنه ما عندها شغل. فهل هذا صحيح يا قيس؟ فيها شوية مبالغة يعني. أنا والله قرأتها اليوم من كثر التسامح. هي في رمضان طبعا ال الناس تعتبر رمضان فرصة للتسامح زي ما ذكرت يعني، والأغنياء يعتبروها فرصة للعطاء، فتجد نوع من الروح جديدة في رمضان عند الناس، تجد يعني كثير من التفاؤل، من يعني ذهاب الغم عند الناس سواء الأغنياء أو الفقراء. الأغنياء يحسوا أنهم يعطون ما عليهم، والفقراء يحسوا أنهم يعني يحصلوا على شيء، يشعروا بشيء من الأمن وشيء من السعادة في رمضان. لكن بالنسبة للمحاكم هي يعني من العادات في اليمن أن تقفل بشكل رسمي المحاكم في رمضان، يعني ليس هناك يعني ليس لها علاقة بالتسامح، وإنما يعني نوع من العادة درج عليها القضاء أنه في رمضان يأخذ الإجازة تغلق نهائيا. نعم. طيب المعصوب، مين بدي يحكي لنا عن المعصوب؟ السعودية تأكلون المعصوب؟ المعصوب أعتقد مشهورين في أهل اليمن. إي صحيح. قيس شوف قيس، اليمن بلد القهوة والعسل والتمر والمحبة والشاي الكرك والعدني، بدك تحكي لنا يعني نتركك المعصوب. انا لست يعني من عشاق هذه النوعيه من الاكلات يعني. ثقيلة فعلا. المعصوب اكله مشهوره وكثير من الناس ياكلوها، طبعا بيختلف من مكان الى اخر. المعصوب تجده في اكثر في حضرموت وفي المناطق الشرقية أكثر منه في الوسط في الجبال وفي الغرب. أنا الفحصة أحكي لك. نعم. الفحصة. الفحصة أي الفحصة هذه أوكي، في حاجة اسمها السلطة. سلطة والفحصة شو الفرق بينهم؟ عبارة عن يعني طبق يعني رئيسي يعتبر، يمكن أتوقع أنه يعني يمكن 80% من اليمين يأخذه كل يوم يعني مثل الرز عند يعني. فهو عبارة عن ستو يعني عبارة عن طبق من الخضروات والمرقة مع الحلبة اللي هو يعني عنصر رئيسي فيها يعني. فمنها تم يعني عمل فرايتي يعني أنواع مختلفة، منها الفحصة اللي هي يضاف لها اللحم، يضاف اللحم ويتم يعني يسموه مفحوس يعني يتم تقطيعها إلى يعني قطع صغيرة جدا بحيث إنه يؤكل مع الخبز مباشرة يعني. السلطة بدون يعني بدون لحم. أعتقد صار قطاع عند. قطاع نعم تفضل. أوكي. السلطة بدون لحم والفحصة بلحم صح؟ الفحصة باللحم نعم. اوكي ايوه جود. طبعا على سيرة المأكولات والرز والأشياء المتنوعة، لما تدخل انت على منطقة الخليج وبتبدأ تسمع الكبسة والمندي والمضبي
والمثلوسة وال وإيش كمان طبعاً جواتنا. أنت تتوه. وتوه لما بتروح على مطعم مثلاً تطلب ويحط يعني أنت بتحكي له عن مضبي، إيش المضبي؟ بيشرح لك إياه نفس الطريقة اللي بيشرح فيها المثلوسة. بتحكي له طب إيش المثلوسة؟ بيشرح لك إياه بنفس الطريقة اللي بيشرح لك فيها ال طب الحليب. عشان مش في فرق يعني. وكل واحدة منهم فيها جاج وفيها لحم. فيعني فرصة إن نعرف يعني إيش عادة البيوت، إيش اللي بتاكله في البيت؟ أتوقع الكبسة كل بيت بيعمل كبسة، لكن مش كل بيت بيعمل بيعمل حنيذ مثلاً، مش كل بيت بيعمل حنيذ، صح؟ صحيح. لا شو رايك يا بيعملونها بالبيت؟ لا بيعملونها بالبيت كلهم هذول يعني بيعملون في البيت؟ يا يعني كل الاشياء اللي انت ذكرتها ومنها كمان المضغوط هذه كلها تنطبخ بالبيت عادي يعني. هذه كلها مفطح نطبخ لك مفطح مضغوط ومضبي وكبسه اللي تبي نطبخهم بالبيت. انت سامع جمال؟ والله سامع يعني مضغوط ومضبي وكبسه ومفطح ومندي يعني حتى المندي يعني انا امبارح مسويه مندي محمد يعني. في ملاحظه لصديقه كانت تدرس اللغه العربيه قالت لي كل معظم الاكلات العربيه بحرف الميم. لاحظ انت ملوخيه مقلوبه منضبي مضبي انت عارف ليش جمال عارف ليش؟ ايوه لانها اسم المفعول، اسم المفعول من الاكل جاي فبدا يتقلب حتى بالاخير تحول لمصدر بطل اسم مفعول صار فاعل صار هو المصدر. طيب عندي سؤال عن الغبقه، ايش هاي الغبقه؟ انا قرات عنها انه هي تزاور يعني بزوروا بعض. يا طبعا موجوده في يا موجوده هي بالخليج يعني بالسعودية منتشرة بالشرقية، بس الغبقة إذا بترجع على أيام أول أيام أجدادنا مختلفة تماماً عن الغبقة اللي الحين قاعدة تصير بالخليج أو بالسعودية. أول هي الغبقة لها طقوس معينة يعني يزورون حتى الجيران، يتجمع فيها الجيران والحبايب. الآن الغبقة فقط العائلة، فقط أهل البيت، مختلفة تماماً عن السابق. وهي تصير بين بعد نهاية شهر رمضان يعني نهاية كذا قريب العيد، تصير زي القرقيعان يعني أسلوبها يعني عملنا الغبقة طورناها سويناها قرقيعان داخل البيت. أوكي. حلو عندكم هذه العادة في اليمن الغبقة قيس؟ أنا ما فهمت الغبقة شو بيحصل فيها يعني؟ يزورون بعض بالمساء، يزورون بعض زيارات عائلية تكون عاد زي ما حكت آيات إنها كانت بين كل بناء الحي، الآن صارت عائلية تغيرت شوي. زيارة العائلية العادية يعني طبعاً في جلسات المشهورة في اليمن اللي هي جلسات القات بالنسبة للرجال بالذات يعني. حتى في رمضان قيس؟ حتى في رمضان في ناس يكونوا يعني ممكن نقول متعودين انه طوال السنه، وفي ناس يتركوا العاده هذه في رمضان يعني. نعم في العراق في زيارات زي هيك؟ طبعا هي اكيد موجوده، هذه موجوده. في سؤال لك محمد، بقول لك ما هي اشهر الحلويات العراقيه؟ بس أنا راح أجيب لك حلويات واحدة من أقصى شمال من أربيل وكذا إلى أقصى الجنوب. بأقصى الشمال في عندنا فد منطقة اسمها شقلاوة، مشهورين يسوون فد شيء اسمه سجق. سجق هو عبارة عن طبعاً مو سجق هذا اللي تشوت إنه عرفه اللي هو لحم وما لحم وكذا. لا حلويات صايرة ما أعرف شلون أوصفها، بس مثل العجينة حلوة ومحشو بيها جوز ولوز وفستق وهذه الأمور. شكلها غريب وموجودة أعتقد بس بالعراق. وفي أقصى الجنوب في أكو فتشي اسمه بالبصرة يسموه دملوج. هذا ينشر يعني حلويات تنشرب ويا يعني عفوا تنأكل ويا الشاي مثل الكريم كراميل، بس هم يسووها بطريقة خاصة. زين طبعا إذا احنا الحلويات عندنا متأثرة ب تركيا وبإيران منا ومنانا، فعندنا هاي الأمور مثل أغلب البلدان
وانت محمد ايش اكثر حلويات كنت تحبها في رمضان؟ انا يعني عشقي هو الزنود الست. الزنود الست ما عندكم قطايف؟ قريبة عليها القطايف. اوكي القطايف احنا نسميها اسم بالعراق يسموه داتلي. داتلي اوكي داتلي هو بشكل عام اوكي بشكل عام الزيارات يعني كيف بتكون الزيارات في رمضان بالنسبه للاهالي؟ يعني احنا بتوقع بعض البلدان في عندهم طقوس انه اول اسبوع مثلا بكون العزايم على الافطار للعائله الصغيره، يعني الاب وبناته المتزوجات وانسبائهم، وبعدين بصير في عزايم بالاسابيع اللي بعدها للأقارب أو الأنسباء، وبعدين بيصير الأصدقاء. فبدي أفهم من عبد الحميد كيف العزايم اللي بتصير في رمضان ما بين الأهالي والأصحاب والنسائب والله يعني شوف أستاذ محمد، طبعا في نقطة ذكرتها الأخت آيات يعني لفتت نظري، وهو كيف تحولت العادة عندهم، يعني يمكن مكان الأهل والأصحاب الآن صارت فقط للأهل، وهذا الشيء يعني يرجع لأنه كيف في عادات كثيرة تغيرت مع مرور الوقت يمكن بسبب التطور والتمدن. يعني الأخ محمد ذكر نقطة المدفع، وهذه كانت برضه موجودة عندنا في المدينة لفترة طويلة، يعني سواء الإعلان عن شهر رمضان أو العيد أو حتى الإعلان الفطور المغرب أذان المغرب يعني، لكن اختفت هذه العادة مع الأيام. اختفت عندنا همي. نعم، فلا نفس الشيء يعني حارات المدينة زمان كانت المدينة كانت جدا صغيرة، وأهل الحارة يعني من كثر ما بيوتهم صغيرة ومتلاصقة في بعض فتقريبا كأنهم أهل بيت واحد، فأنت يعني الجو العام تبع المجتمع غصبا عنك أنت جدا قريب من جارك ومن أهل الحارة. يمكن الآن اختلف بحكم شكل البيوت اختلف وصارت العوائل نوعا ما يعني منزوية على نفسها، فكان مثلا لما ذكرنا نقطة إنه الناس تصلي المغرب وترجع من البيت من الحرم أو من المسجد على البيوت، كانوا الناس زمان أي أحد تشوفه ماشي في الطريق تعزمه معاك على الفطور. يعني ممكن انا اشوفك استاذ محمد ماشي اقول لك تعال معانا تفضل يلا على الفطور، بكره واحد ثاني يعزمك وبكره انت تعزم احد يجي عندك على البيت. صحيح وزي كذا. لكن الان طبعا صارت الجمعه الان دائما تحصل في بيت كبير العائله، يعني مثلا اذا كان جد موجود التجمع عاده اول الشهر يكون عنده موجود احتراما لمكانه يعني كبير العائله، ثم تبدا خلاص تتوزع عند الخال الفلاني ثم عند العم الفلاني ثم عند وتتدرج، يعني نهاية الشهر ممكن بدون مبالغة دخلت 30 بيت انت بالراحة، ولسه في ناس يعني ما لحقت عليهم وحيعاتبوك وليه ما جيتنا ونحن عزيزنا. يعني هذه سبحان الله لازالت موجودة. طبعا الآن يمكن تقدر تقول انها صارت مقصورة على العوائل أكثر، لكن زمان كانت عوائل وأصحاب وأهل الحارة وكل شيء يعني. طب أنا بدي أسأل سؤال، في حلقة بلاد الشام الأستاذ عصام عدي حكى كلمة عجبتني اللي هي شهر الصحون الطائرة. الصحون الطائرة معناها أنا طبخ طبخة أودي صحن لجاري وهذا جاري وهذا اللي هنا واللي هنا يودي لنا، هل هذه موجودة العادة في الشرقية آيات؟ إيه نعم صحيح، يعني ما زالت موجودة. يا يعني في أيام محدودة كمان، يعني إنه نجلس من الصباح نساعد أمي بالمطبخ لأن في اليوم لازم توزيع فطرات إلى الجيران. وأنا يعني محافظة على هذا الشيء حتى مع جيراني الآن بكندا، كثير أوزع فطرات كثير أطلع أوزع فطور. على الكنديات ولا على العربيات؟ لا الجيران العرب. يعني الكنديات ما بيعرفون عاداتنا نو، بس ان العرب يا اطلع بتشوفون احنا عندنا التبسي، ما ادري ايش يسمونه بالمناطق الثانيه، التبسي. تعرفون التبسي؟ انا اعرف التبسي.
كولر تبسي خلاص يعني املي كله اكل وخلاص ادور على جاراتي واوزع فطور انا ولدي. الكولر لا 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 صندوق صندوق هو صح؟ لا لا مو صندوق هيك ستاك ذا لما تدخل على الضيوف مثلا وانت معاك صينيه زجاجيه شايف هاي اللي تخلي بيها الكيك وبالفرن وكذا مثلها ترى صينيه اوكي بس مو عريضه كثير يعني مو غميقه مو عميقه مو عميقه مو عميقه وابدا انا يعني قبل رمضان بيوم اطلع ابدا اوزع عليهم البخور والتمر يعني ابدا معاهم بعاداتنا. طيب محمد عندكم هاي العادة في العراق؟ طبعا ايه وهي يعني على سيرة التبسي احنا هذا التبسي عندنا هذا نفس الصحن هذا اللي نتوزع به وعندنا أكلة اسمها تبسي. أكلة ايه تبسي باذنجان يصير محتواها باذنجان وبطاطا وطماطة وصوص وبهارات وفي قسم يخلون بها لحم في قسم يخلون بها دجاج وهذه يعني من تطبخ بالفرن مو على نار بالفرن. تميمي الحمد لله انه برنامجنا هذا بعد الافطار الحمد لله انه بعد الفطور. في شغله ايضا على الافطار عندنا انه دائما لازم وابدا في شيء اسمه شوربه عدس هذه طبعا يشاركونا به اغلب الاخوان واغلب البلدان العربيه شوربه العدس هذه ايضا سيجنتشر على مائده الافطار. قبل شوية أنا نسيت أقول على الحلويات عندنا حلوية نوع من الحلويات اسمها دهينية أنا كنت جاي عليه يا محمد لأنه هذا دكتور أنا ودايخ عليه والله مو أعطيك على محل أنت وين ساكن بتورنتو؟ أتوا أتوا اي لا في محل بتورنتو يبيع من هذه يا سيدي بعد الحجر ان شاء الله في لنا دهينيه لازم ننعزم عليها معناته سجل عندك هي ايش عباره عن ايش الدهينيه والله ما اعرف تمر صح؟ لا طحين ويسووا له يضيفوا له دهن بكميات كبيره جدا ويضيفوا له شكر بكميات عجيبه تصير كميه ثخينه ويخلون فوقها يزينوه بالجوز أو اللوز. يا هذه موجودة كمان عندنا بالشرقية. الهريسة بس تختلف. يا كمان عندنا نفس الاسم الدهينية. إيه. يا. بس هذا اللي يا حبيبي يعني أنواع الآلافات السعرات الحرارية. بالفعل. يعني يا دوب تأكل لقمة لقمتين. إيه لقمة لقمتين و. يعني كافي يا عمي اذا بالعراق يفطرون على باتشا وشراعين يعني عادي هذه الدهنيه الدهنيه وهي عندنا مناطق معينه مشهوره بهذه اسمه اعتقد هي محافظه النجف هي اشهر وحده واشهر محل هي محل اسمه دهنيه ابو علي منو ابو علي ما اعرف بس هو دهنيه ابو علي طبعا الشغل في رمضان إن شاء الله ربنا يرجع الشغل على أيام ما بعد الكورونا. الشغل في رمضان بيبدأ متأخر يعني بيبدأ بعض الجهات الساعة 9 بعض الجهات الساعة 10 وطبعا نص دوام فبيداوموا الناس للساعة 2 3 ماكسيمم لأنه كمان في الليل بكون في سهر وفي ناس أصلا بتسهر طول الليل وبتنام بعد صلاة الفجر مظبوط آيات؟ يا احنا بالنسبة إلى عملنا احنا نبدأ بعد الفطور بعد الفطور بعد الفطور يعني بالنسبة إلى مجالنا احنا نبدأ بعد الفطور إلى الساعة 12 اللي يوقف هذا بالنسبة إلى عملنا إيش احنا ايش هو مجالكم؟ احنا لأننا نعمل مخيمات صيفية فنريح العوائل يعني بعد الفطور جيبوا عيالكم هنا عندنا في برامج نعمل لهم السباحة الكاراتيه الجمباز الرسم أوكي. يعني يا نعمل بعض الأشياء نعم يا فهذه تبدأ بعد الفطور وتخلص الساعة 12 أوكي يعني بالنسبة لنا احنا يبدأ يا احنا يعني احنا عملنا يبدأ بالليل اها وعبد الحميد طبعا انا
أنا خلصت دراسة وجيت على كندا على طول، فما قد حصلت لي فرصة إني أشتغل في السعودية في رمضان. لكن مما كنت أشوف على سيرة الدراسة، كان أيامها كان في دوام في رمضان، كان دوام قصير يعني يمكن 5 ساعات تقريبا، يعني حتى ما نجي من الساعة 7 الصباح، نجي يمكن من 9 نطلع 2 خلاص هذا الدوام. ثم جاء طلع قرار إنه صار ما في دراسة في رمضان لفترة طويلة الآن من كم سنة، صارت الإجازات مجمعة في رمضان. أيوة صار إنه خلص الدراسة قبل رمضان، في حيث إنه إجازة الصيف بيدخل فيها رمضان وبيشمل العيد والحج، تبدأ الدراسة بعد الحج. لكن بالنسبة للدوامات فتعتمد حسب يعني مجال العمل، في مجالات عمل يعني زي ما ذكرت الأخت آيات بعد الفطور هذول دوامهم إلى الليل، وفي ناس لا بيشتغلوا مثلا في النهار وبيحاولوا بيخلصوا على الساعة 3 على الساعة 4 العصر، فكل قطاع وميزاته. نعم نعم نعم. وبالنسبة لليمن، أنا ذكرت من قبل أنه اليمن في رمضان بيحصل يعني المساء بيصير صباح والصباح بيصير النهار ليل والليل نهار، يعني فمعظم الأعمال بتغير الدوام إلى بعد صلاة العشاء مباشرة، بيبدأ الناس بيشتغلوا، حتى البنوك الآن صارت تفتح بالليل يعني فطبعا تفتح بالنهار على ساعات أقل يعني، بس شوية شوية الوضع بيتغير. لاحظت خلال السنوات الأخيرة يعني يمكن 10 سنوات الأخيرة إنه الوضع بيتغير. زمان كان النهار في شوية نشاط، الآن صار شوية الناس بتنام أكثر في النهار، بتصحى على يعني على صلاة الظهر معظم الناس يعني. أها ونفس الشيء في العراق. نفس الشيء طبعا، اي هذا يعني اعتقد معمول بها بكل مكان، هو تقليص ساعات الدوام، حتى المدارس والجامعات والدوائر الدوله اغلبها يعني. في شغله لك خاصه محمد، وطبعا هذه موجوده اكيد في الخليج، موجوده في السعوديه وشفتها بكثره، بما انك انت شخص رياضي وتعشق كره القدم، المباريات تبعتكم كلها بتتحول بعد الافطار. بعد الافطار صحيح. نعم صحيح. صحيح. اي بتبدا دوريات جديده، دوريات رمضان. اي بس كره القدم تقريبا برمضان يعني، قلت لك احنا عندنا بالعراق يعني تخف، لانه المحابس هي اللي تاخذ محلها. نعم يعني تصير بطولات عجيبه يعني، حتى تعرض على التلفزيون بطولات هي شعبية في مناطق شعبية في مقاهي أو كذا، ولكنها تعرض بالتلفزيون، يجون قنوات التلفزيون هم وكاميراتهم. أي هاي لازم تدخل ألعاب الأولمبية كمان. صحيح، هذه ابتكار جديد يعني. أي طب أنا بدي أسأل سؤال، المير حدا بيعرف هاي الكلمة؟ المير المير الميرة الميرة اللي هي تحضير للعيد، هي شغل المأكولات والأشياء تبع رمضان أو حاجة كذا يعني. أوكي أوكي، لأنه هاي كلمة أول مرة بسمعها، فحبيت أتأكد منها. طيب أعتقد أنها تركية. أوكي ممكن. عادات تحضير للعيد، أن قربنا نخلص رمضان بدنا نحضر للعيد، احنا في بلاد الشام بيشتروا اواعي جديده وتبدا الاسواق، هل في عادات اخرى للعيد ايات؟ الذبائح، نبدا نجهز ذبيحه العيد. ممتاز. لان احنا عندنا بالعيد يصير في كمان تجمع العائله، خلاص يعني في بيت العائله لازم نتغدى عندهم غدا العيد، يعني احنا غدا العيد ناكله مره في السنه. هذه الذبيحه اللي يذبحونها ويطبخونها بطريقه معينه ناكلها بس مره بالسنه. حتى على عيد الفطر غير عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى بكون في ذبايح، حتى عيد الفطر الذبايح كمان. ياب حتى عيد الفطر في عندنا ذبايح ومعمول وما معمول يا والحلويات والجلسات ولمة الأهل، وكمان طبعا في عندنا قائمة نكتب إيش نحتاج إيش ما نحتاج، هذه كلها نهاية شهر رمضان تحضير للعيد. الست بتكون ست البيت بتكون هي التعبانه اكثر، ولا هي اللي متعبه وهي اللي متعبيته اكثر؟
لا احنا التعبانين طبعا، احنا اللي واكلين طول الليل. صحيح والله، الله يعطيكم الصحه والعافيه. من الليل الى النهار لحد غدا العيد، وبعد الغداء نقفل علينا الغرفه وننام. عبد الحميد. والله العشر الاواخر من رمضان يعني يبدا الاستعداد للعيد، وزي ما ذكر الاستاذ قيس كيف انه تتحول الحياه ليل والنهار ليل والعكس يعني. فنحن عندنا حتى مثلا المولات والاسواق يعني مثلا بيسكروا صلاه الفجر ومكانه فاتحين طول الليل يعني. بيسكروا صلاه الفجر وبيرجع يفتح بعد صلاه الفجر يعني، لانه عارف صارت 24 ساعه. ايوه في ناس تجلس يعني مثلا خلينا نقول الفجر 4:30 5 خلص 5:30 الى 9 الصباح، هذول الناس اللي ما لحقوا في الليل. ويعني تروح انا صدفت كم مره اني رحت في هذا الوقت اساس اخلص امور، فكرت حكون لوحدي يعني ما في احد، اكتشفت انه يعني كان ابدا كاني رايح بعد صلاه العشاء يعني شيء عجيب. فعندك الملابس، عندك الحلويات، الأكل، لأنه نفس الشيء موضوع الزيارات هذا وطبعاً يدخل فيه موضوع العيديات، ولازم تجهز هدايا للأولاد الصغار، وزي ما كانوا أهلك عيدوك وانت صغير الآن انت كبرت لازم تعيد الصغار في العيلة، توزع العيديات. نعم يعني حتى البنوك تبدأ ما عندها فلوس صرف عيديات العشرات والخمسات. أيوة الصرف في عندهم عجز بالصرف فعلا. صحيح زي ما حكوا أنه في العشر الأواخر بيبتدوا الناس يجهزوا العيد، أحيانا معظم الناس بتجهز ذبيحة للعيد لأنه بتجمع الأسر، كل أسرة كبيرة بتجمع مع بعضها يعني عادة يعني. اللي لفت نظري أكثر شيء كان ليلة العيد، لأنه طبعاً رمضان إذا كان الهلال يعني هذه بتحصل لخبطة كل سنة يعني، لو حصل أنه أعلنوا أنه رمضان الناس بتصير مجنونة يعني، لو مثلاً حصل كل واحد بده يجري عشان يعني يشتري الحاجة اللي يعني نسي أو يعني محتاجها للعيد أو يعني ملابس أو كذا، فبيظلوا الناس حتى في آخر يوم لا حد الفجر ولا بعد الفجر حتى للصبح للساعة 8 9 الصبح، وهم يعني المحلات مفتوحة، لأنه في ناس مثلا ناس كثير في اليمن خاصة في المدن بيكونوا هم لهم روابط بالقرى، ففي يوم العيد بينتقلوا إلى أسرهم يعني أو إلى يعني قراهم يعني، فبتلاقي حركة كبيرة خلال الليلة هذه من المغرب إلى بعد الفجر إلى الصبح، بيصيروا الناس حركة حتى السيارات وحتى يعني بيصير يعني حركة غير طبيعية، كل الناس بتصير يعني كل واحد بده يروح عند أسرته يلحق يشتري الحاجات اللي يحتاجها للعيد. العراق والله بعيدا يعني هسه انا اتفق مع كل اللي قالوا الاخوان من التحضير والشراء ملابس العيد للاطفال وحتى الكبار والعيديات وهاي الامور كلها، ولكن عندنا شيء مميز ليله العيد بالتحديد هو الكليتشه. ايش هي كليتشه؟ اوكي، كل عائله لازم تسوي كليتشه بليله العيد لازم. الكليتشه هي عباره عن يعني مثل المعمول، وطبعا اللي يميز همين تعرف انه باكر عيد الريحه اللي تصير بالبيت من سهي التمر والهيل اللي يخلوه فوقه والعجين وهاي الامور تطلع فد ريحه، شلون ريحه هاي المحلات الفوتنيم هاي اللي يسوون معجنات وكذا، فشي يطير العقل مثل ما يقولون. الكليتشه هي عباره عن عجين فطير يخلون به مره ثلاث انواع يعني، في يخلون منه حاف يعني ساده يشوها، وفي يحشوها بالتمر، وفي يحشوها بالجوز، وفي يحشوها بجوز الهند. تميمي هلا بالافران. ايوه لا تفتح سر الجاي لا خلي اضوجك بعد شويه. الفطور صباحي بليله صباحيه العيد
لازم، يعني مو لازم اقول لك، وانما 90% لازم تكون كاهي وجيمر. اه السنة الجاية تميمي ان شاء الله يكون عندنا استوديو لكنار تي في، واللي بده يجي لازم يجيب معه عينات، ما بنفع بالضبط. بس داخل الاستوديو ايش قايل الاستوديو مزبوط. ايوه فيرتشوال، انا عندي عينه فيرتشوال بس انا ضامن لكم، ضامن لكم مفاجاه. هاي عينه يعمل سحور. انا بقترح، انا عندي اقتراح سيريس ان شاء الله بعد. أيوة بعد أيوة صحة وعافية. صح انا بقترح بعد رمضان ان شاء الله، بعد رمضان تكون عندنا حلقات من كل دولة من الدول العربية عن اللهجات. فكل واحد منهم يحضر لنا اللهجات تبعه الخاصة فيه كلها. السوداني يحكي لنا يا زول، الأردني يحكي له يا زلمة، السعودي يقول له يا ريال، يا رجل يا رجل يا رجل، العراقي يقول أغاتي أغاتي. فيعني نسمع لهجات من كل بلد من بلدان العربية، اللهجات الجميلة هاي. يعني هذا مقترح جيد، وإن شاء الله أنا هيني قاعد بسجله ها عشان ما يضيع. نعم. لأنه أعتقد اللهجات العربية حتى في نفس الدولة يعني ممكن تختلف من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. صحيح. طبعا. يعني هم نفسهم أهل الشرقية داخل أهل الشرقية يختلفون لهجاتهم عن بعض. يب. نعم. فإن شاء الله هاي حتكون أعتقد سلسلة متميزة يعني. سلسلة متميزة. إحنا يعني لا يعني الوقت يداهمنا، أتوقع إنه رمضان يحتاج إلى أكثر، ودول الخليج العربي عندها عادات وتقاليد جميلة جدا ورائعة. وأعتقد إنكم أعطيتونا صورة مجملة عن ما تقومون به في الخليج. أشكركم جميعا. طبعا بدي أعطي لكل واحد دقيقة أو ما يحب أن يتكلم به، خاصة جمهورنا العزيز إذا حابين يسألوا أي شيء. آيات تفضلي، معك المايك. أهلا وسهلا. طبعا أنا كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء، وتعرفت على أشياء كثيرة في العراق، في اليمن، وكمان حتى بالمدينة. يعني ما شاء الله في أشياء كثير تعرفت عليها، بالذات المشروبات هذه لازم أدور عليها بعدين. تمام. وممكن أعمل لكم جزء منها، يعني تجربة من المشروبات اللي ذكرها عبد الحميد. تمام. شكرا جزيلا، وكنت سعيدة جدا بالتواجد معكم. شكرا عبد الحميد. والله يعني أوجه لكم شكر يا دكتور جمال أستاذ محمد على هذه المبادرة الجميلة. وفعلا الوقت يعني طار زي ما تقولوا، ومتأكد أنه كل واحد في كل بلد يعني وكل منطقة كان عنده لسه أشياء أكثر ممكن يقولها وما حصل وقت، لكن إن شاء الله نقول الجيات أكثر. وشكرا لكم، استمتعت معاكم وتعلمت كثير. قيس. أولا الشكر للدكتور جمال ولمحمد على ترتيب هذا اللقاء، وشكر لكل من حضر يعني على الفيسبوك على القناة هذه. أحب هنيكم بهذا الشهر الفضيل، ونتمنى لكم طبعا يعني خواتم مباركة إن شاء الله، وعيد مبارك. وأتمنى أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا اللقاء. آمين. شكرا محمد. والله أحب أشكركم أصدقائي دكتور جمال ومحمد، وأشكر المشاركين أختنا العزيزة آيات وأخونا الكريم عبد الحميد. تشرفنا بمعرفتك عبد الحميد، ولازم نلتقي. وصديقنا قيس التقينا احنا سابقا، وإن شاء الله نلتقي متجددا إن شاء الله بعد أن تنجلي هاي الأزمة. وأحب أقول شكرا لكل اللي تابعونا على الفيسبوك اللايف فيسبوك، و كل عام وأمهات العالم كلهم بخير، والفنون الحضن الدافي والحب والحنان والمحراب اللي نلجأ له عند شعورنا بالخوف والطمأنينة واللمسة اللي يتركوها علينا، إن شاء رب الدوم، والله يرحم المتوفيات منهن والطيبات، ينطيهم طولة العمر والصحة والعافية. الله يخليك يا رب.
الله يسلمك يا رب. يعني احنا في النهايات والنهايات دائما في لها غصة، الواحد بحس انه مش حاب انه يغادر وحاب انه الساعات تطول والوقت يطول، لكن هذا حال الدنيا، لكل امر له نهاية. اتمنى 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 من كل قلبي انه هذه المشاعر الجميلة اللي احنا نحاول ان ننشرها، نحاول ان نبثها بين الشعوب العربية، ظلها موجودة. أنا بدي أقول كلمة لإخواني الموجودين واللي مش موجودين. يا جماعة، على فكرة السياسات تتغير والحكومات تتغير وكل شيء، كل شيء له علاقة بهذه الأمور يتغير، لكن الشعوب تبقى موجودة، والقلوب يجب أن تظل يعني تحس ببعضها البعض، ويجب أن تظل مشاعرها واحدة، ويجب أن نميز ما بين الطارئ والدائم. الدائم يجب أن يبقى هو الحب، المحبة بيننا هي التي يجب أن تدوم. وجميل جدا إذا ظل في بيننا هذا الظن الحسن والعذر والتواد والتراحم والإحساس بأنه إحنا دمنا واحد وعرقنا واحد وشعورنا واحد ومصيرنا واحد، وصدقوني فعلا مصيرنا واحد. وأشكركم جميعا على هذا الحضور. بارك الله. طبعا باسم قناة كنار تي في أنا حابب أشكر آيات عبد الحميد قيس محمد على تشريفنا في هذا البرنامج، أشكر جميع من شارك ساهم حضر الحلقة، عمل شير، عمل لايك، كتب أي تعليق، أشكركم جميعا من قلوبنا. أذكركم أن هذه القناة هي لكل العرب، فمن عنده أي مقترح، عنده أي فكرة، أي حب لإظهار ثقافته وعاداته وتقاليده نرحب به دائما. أذكركم بغدا راح يكون عندنا 3 لقاءات، الساعة 6 راح يكون بتوقيت أوتاوا تورونتو، في الساعة 6 راح يكون عندنا برنامج أو حلقة عن تربية الأطفال والجاجتس، ارتباطهم بالأجهزة الإلكترونية، كيف نحاول أنه نساعدهم باستخدام، أنا ما بحكي نحد أو نمنعهم لأنه هذا صار مستحيل، الولد اللي عمره 6 أشهر صار يعمل لك هيك عشان يقول لك أعطيني الآيفون، صار إشي مستحيل، لكن كيف أنه نساعدهم نحول هذه الطاقات إلى أشياء إيجابية. رح يكون معنا خبيرة التنمية الاجتماعية في هذا الموضوع. الساعة 7:30 رح يكون معنا نقل مباشر للقرآن الكريم وأذان، والساعة 10 إن شاء الله رح يكون معنا صديقة من اليمن السعيد، راح تتكلم عن الفولكلور اليمني، راح تحكي لنا عن بعض الأغاني اليمنية، عن بعض الشغلات التراثية اليمنية. احنا زي ما وعدناكم اجين فاتحين هذا المجال للجميع، تكلمنا عن التراث الفلسطيني، تكلمنا عن الفولكلور المغربي، تكلمنا اليوم عن الفولكلور المصري، وغدا ان شاء الله حيكون معنا اليمن. فأشكركم جميعا، أشكر تواجدكم، بارك الله فيكم وأسعد الله أوقاتكم، وما نقول إلا كل عام وأمهاتنا بألف خير، وتصبحون على